عالم الزراعة. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الأعزاء أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في فيديو جديد. فيها هنبدأ إن شاء الله بإذن الله مع حضراتكم سلسلة فيديوهات عن الأشجار المثمرة. مبدئيا أنا لو عندي شجرة ما بتثمرش ما ينفعش إن أنا أجي في يوم وليلة أو في وقت معين وأقول أنا الشجرة ما بتثمرش وأنا أرد على حضرتك أو حد يرد على حضرتك ويقول لك ثمت الشجرة والشجرة تثمر تاني يوم. المعلومة دي مش صح أو الطريقة دي مش صحيحة. الصح إن يكون عندي برنامج كامل ومتكامل، برنامج بيشمل عملية تقليم وعملية عناية وتربية وعملية تسميد وعملية ري، برنامج كامل هبدأ به في فصل الشتاء، هبدأ فيه من الوقت الحالي، هنتهي به إن شاء الله بإذن الله في موسم الإثمار ويكون عندي ثمر وإنتاج زي ما حضرتك شايف على الشجرة اللي أمام حضرتك. في الفيديو ده هنشوف أربع معاملات ضروري جدا جدا إن أنا أقوم بهذه المعاملات. في البداية حضرتك لو عندك ثمار موجودة على الشجرة هتقوم بحصاد الثمار اللي موجودة، كل الانتاج اللي موجود عند سيادتك هتشيله، وهنبدأ مع بعض الأربع نقاط اللي هنتكلم عليهم. أول نقطة فيهم إن أنا لازم أشوف الأفرع اللي كان عليها إنتاج في الموسم السابق، اللي كان عليها ثمار، الأفرع الميتة، الأفرع العقيمة، الأفرع السرطانات، أبدأ أشيلها بنفس الشكل. لو حضرتك شفت الشجرة دي اللي أمام حضرتك شجرة برتقان بسرعة، كان الفرع اللي أنا قصيته دوت كان عليه ثلاث ثمار في الموسم والفيديو موجود على القناة. هبدأ أشيل الجزء اللي هو ميت زي ما حضرتك شايف، دي أفرع ماتت، هبدأ أشيلها، هشيل كل الأفرع اللي ميتة عندي وكل السرطانات وكل الأفرع العقيمة، وهفتح قلب الشجرة. ضروري جدا جدا أفتح قلب الشجرة عشان الإضاءة والهواء يدخل لي الشجرة بتاعتي. الأفرع دي سرطانات، خلينا نشيل عنها الورق الأول ونقارن بينها وبين الأفرع العادية. لو حضرتك شفت هتلاقي الورقة هنا قوية والساق هنا قوي، الفرع السرطان بيكون طالع في اتجاه للأعلى باستمرار وبيكون فرع قوي وبيكون خشب، بخلاف الفرع اللي في ايدي ده فرع سرطان قوي ولكن الفرع اللي تحت بيكون ضعيف زي ما حضرتك شايفه. هشيل كل الأفرع السرطانات بالكامل، هرتب الشجرة بتاعتي وهظبطها زي ما حضرتك شايف، كل الأفرع القديمة الميتة السرطانات حضرتك شايف هنا ده فرع بينكسر بشكل مختلف، لكن الفرع الثاني الأساسي ما بيتكسرش، يعني هو الفرع بيكون لين شوية عن الأفرع السرطانات. الفرع السرطان بيكون فيه شوك زي ما حضرتك شايف هنا، فيه أشواك في الفرع السرطان، هنا شوك لو انتبهنا هنلاقي هنا فيه شوك في الفرع السرطان. كل الأفرع دي بالكامل ملهاش مصلحة عندي، بالعكس هتأذي الشجرة بتاعتي وهتاخد المية والسماد. هقص كل الأفرع دي كلها. هنا النقطة الأولى انتهينا منها، ده شوك في الفرع السرطان بيكون موجود، مش شرط ان الفرع السرطان يكون طالع على الساق الرئيسي زي ما بقرأ في التعليقات في اسفل الفيديوهات عندنا على القناة. بعد ما انتهيت من المرحلة الاولى وهي ترتيب الشجرة بتاعتي من الافرع السرطانات والافرع العقيمة والافرع الميتة، هبدأ اضيف ثلاث انواع سماد. ضروري جدا جدا وخاصة لو عندك حضرتك اشجار حمضيات، برتقال، ليمون، لارنج، كل الانواع دي كلها لازم اضيف ثلاث انواع سماد في الوقت الحالي. هنكش الاول سطح التربة بتاعتي، سطح التربة اللي هو سطح الاصيص او سطح الحوض او الجورة اللي انا زارع فيها، ايا كان انا زارع، هبدأ اضيف سماد عضوي. ضيف سماد عضوي ما تخافش سيادتك، ولكن ابعدوا عن ساق الشجرة في نهاية الاصيص او في نهاية الجورة اللي حضرتك زارع فيها او الحوض اللي زارع فيها الشجرة، حط السماد العضوي بتاع سيادتك في النهاية. وهنبدأ نضيف NPK محبب ومش NPK بودر، NPK محبب. النوع الثالث من السماد هو حديد، انا هنا بستخدم الترافيرو، هو حديد عضوي، بستخدم الترافيرو، هبدا اضيف كمية حديد، تقريبا هتكون 100 جرام مركب NPK و50 جرام حديد. طيب النقطة المهمة والضرورية، أي تركيبة هضيفها في المركب، سيادتك لو الشجرة بتاعتك في حديقة المنزل وعايز منها مجموع خضري قوي، ضيف 18 18 18، أنا هنا مش هضيف 18 18 18 عشان أنا مش عايز مجموع خضري قوي في الاصيص عندي في الشجرة في الاصيص، فبالتالي هنا أنا هضيف 12 12 17 أو 12 11 18، هضيف أي مركب عندي يكون فيه نسبة النيتروجين شوية أقل لأن أنا مش محتاج مجموع خضري قوي، وهترك لحضرتك رابط مقالة في صندوق الوصف في أول تعليق فيها كل ما يتعلق بالإم بي كي المحبب والبودر والعناصر الصغرى وجميع التركيبات وإزاي تختار التركيبة المناسبة للنبات بتاعك. بعد ما انتهيت من تنكيش التربة وإضافة السماد البلدي أو السماد العضوي الروس الحيواني والمركب الام بي كي المحبب وسماد الحديد، هروي ري غمر للشجرة بتاعتي وهنتظر عليها شوية لحين ما أشوف سطح التربة بدأ يجف، هرجع مرة تاني أنكس سطح التربة أو أقلب سطح التربة. عملية التنكيش أو تقليب سطح التربة هنا بتوازي عملية العزيق في المشاريع الزراعية.
وبعد كده الدفعه الثانيه هيكون امتى ميعادها؟ الدفعه الثانيه هيكون ميعادها بعد ما الاقي السماد اللي انا حطيته اتحلل، هبدا اضيف دفعه. نفس الشيء ما عنديش مشكله، طول ما عندك فتره برد ضيف وما تخافش. ولو كنا في الصيف حضرتك برضو سمد ما فيش مشكله ما تخافش، ولكن قلل الكميه شويه عن الكميه اللي ضفناها في فصل الشتاء. بعد ما يتحلل السماد بتاعي وبعد ما همر اسبوعين 3 اسابيع حسب وضع الشجره عند سيادتك وحسب نوع السماد اللي حضرتك مختاره او مشتريه، هتلاقي عندك بدا يظهر الشجره عندك بنفس الطريقه وبنفس المستوى. وهنرجع لحضراتكم ان شاء الله باذن الله في فيديو قادم ازاي اكمل مع الشجره بتاعتي واحافظ على التزهير بتاعي والزهره بتاعتي وتعقد ويكون عندي انتاج بنفس المستوى. مش شرط يكون حضرتك عندك شجره في الصيص، شجره في حديقه المنزل، شجره في الصيص، شجره في الحقل، ايا كانت الشجره هتطبق حضرتك نفس الطريقه ان شاء الله باذن الله تحصل على نتائج تكون مرضيه بالنسبه لحضرتك. اتمنى من الله ان يكون قدمت حضراتكم معلومه مفيده، اتمنى ان الجميع يكون استفاد، ولا تنسوا زكاه العلم تبليغه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.